وللحديث عن وضع حجر الأساس لأول جسور مشروع قناة اسطنبول وانعكاساته على تركيا داخليا وخارجيا، معنا من اسطنبول السيد يوسف كاتب أوغلو، الكاتب والمحلل السياسي التركي. مرحبا بك معنا. مساء الخير، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. أهلا بكم سيد يوسف. ماذا ستقدم قناة اسطنبول الجديدة لإسطنبول كمدينة ولتركيا كدولة؟ سيدي، لابد أن نقول بأن مشروع قناة اسطنبول هو أحد المشاريع العملاقة التي دأبت واستمرت حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا للوصول إلى أهداف 2023. مشروع عملاق، هذا المشروع ليس فقط عبارة عن قناة، وإنما عبارة عن ارتقاء بتركيا إلى مرحلة الدخول إلى أقوى دول 10 دول اقتصادية في العالم. هذا مشروع حيوي ومهم جدا، وبالتالي سيعطي لتركيا قوة ليس فقط اقتصادية بل أيضا قوة دبلوماسية وسياسية وعسكرية، وتكون تركيا هي صانع القرار ليست منفذة لقرارات الآخرين. هذا المشروع هو مشروع كم أهمية ما يسمى المجالات الجوية والتنقل الجوي، وكيف أن مطار اسطنبول أضخم مطار في العالم كان أيضا تم تنفيذه في خلال عهد العدالة والتنمية. مشروع جسر السلطان سليم الذي أيضا هو يعتبر جزء مهم في مشروع سكة الحديد لطريق الحرير من الصين إلى فرنسا، يأتي هذا المشروع أيضا ليكمل أهمية الملاحة البحرية، وبالتالي سيصبح قناة اسطنبول وهو ما يسمى مشروع القرن. نعم. ستغير موازين القوى في المنطقة وستدعم التجارة العالمية لجميع الدول في هذه المنطقة. طيب، طالما أن الأمر كذلك، على ماذا يستند معارضو هذا المشروع، مشروع قناة اسطنبول، في رفضهم له على الرغم من الأهمية الاقتصادية والبيئية للمشروع كما تفضلت؟ يا سيدي، المعارضة أفلست، وعندما تفلس المعارضة هي لا يهمها الانتماء الوطني والإنجازات الوطنية. المعارضة قسمان، قسم أفلس سياسيا أمام الشعب، لم نحصل على أصوات، وهي تعارض من أجل المعارضة فقط ومن أجل ذر الرماد في العيون، وهكذا كانت تصريحات لكثير من النواب في مجلس الأمة عندما قال أحد النواب في حزب الشعب الجمهوري: حتى لو كان ما يقوم به أردوغان صحيحا يجب أن نعارضه لأننا في المعارضة. والقسم الآخر هو محسوب على المعارضة، ولكنه هي عبارة عن أبواق تمثل دول إقليمية وأخرى عالمية تريد أن تعيق أن وصول تركيا إلى مستوى الدول التي تسمى دول عظمى. تركيا تغيرت يا سيدي، تركيا الآن دولة صانعة قرار، تركيا الآن من أقوى 20 دولة في العالم، وتصبو أن تصل إلى أقوى 10 دول مع 2023، ولديها أهداف استراتيجية، وهذا المشروع من أهم الوسائل التي ستحقق هذه الأهداف بعد سنتين. تحقيق هدف السيادة على الممرات والمضائق المائية، أستاذ يوسف، إلى أي مدى يمكن أن يتحقق فعلا مع هذه القناة؟ طبعا هذه القناة من ناحية هندسية ستقوم بما يسمى إنشاء جزيرة ألا وهي اسطنبول القديمة، وشبه جزيرتين، واحدة في الطرف الأوروبي والأخرى تكون في المكملة للطرف الآسيوي. وبالتالي نتكلم الآن عن مشروع ضخم، ونتكلم عن الممرات المائية ستكون السيطرة والسيادة بالكامل لتركيا، لأن هذا مشروع استثماري وليس هو عبارة عن جرف قاري طبيعي أو قناة طبيعية، وبالتالي يحق لتركيا أن تفرض سيادتها بالمطلق بما يضمن سلامة أمنها القومي وأيضا سلامة اسطنبول. ولا ننسى بأن اسطنبول هي المدينة الوحيدة في العالم التي تقع على قارتين، وقال فيها نابليون بونابرت عبارته المشهورة: لو كان العالم كله دولة واحدة ووجبت ولكانت عاصمتها هي اسطنبول. نعم. ماذا عن يعني دور هذه القناة في جعل اسطنبول تلعب دورا إقليميا وعالميا بشكل أكبر في المستقبل القريب؟ طبعا عندما نتكلم عن ربط البحر الأسود ببحر بربرة من خلال هذه القناة 45 كيلومتر، هذا معناه أن هنالك دراسات وفوائد جمة لداخل تركيا وخارج تركيا. محليا وداخليا سيكون هنالك 6 جسور، ويكون هناك إنشاء مدينتين في
في تلك المنطقة تستوعب 1.5 مليون إنسان، وهذه المدينة تسمى إسطنبول الجديدة واحد وإسطنبول الجديدة اثنان، وبالتالي تهيئة فرص عمل 10,000 وظيفة عمل في هذا المشروع. يكون هنالك عوائد ضخمة جدا من خلال البنية التحتية والاستثمارات في المشاريع المصاحبة لقناة إسطنبول، وبالفعل يكون هنالك، وهذا أهم نقطة، أن هذه المشاريع صديقة للبيئة وتقوم أيضا بتوليد الطاقة بترتيب بيئي وتخفيف الضغط والكوارث والخطر على مضيق البوسفور، هذا من داخليا. أما إقليميا وعالميا فهي ستخدم منطقة 1.5 مليار إنسان، الموقع الجيوغرافي والجيوبوليتيك يحمل أهمية قصوى، ستستفيد منها كل دول العالم، يعني الترانزيت والنقل البحري، وهنالك كعكة ب 25 تريليون دولار للتجارة العالمية في هذه المنطقة. تركيا بوابة أوروبا، تركيا بوابة آسيا، تركيا أيضا بوابة استراتيجية الجيوبوليتيك والجيوسياسي له أهمية قصوى، وبالتالي هذا المشروع ليس فقط لتركيا وإنما هو للعالم أجمع وسيخدم الجميع. شكرا جزيلا لك سيد يوسف كاتب أوغلو، الكاتب والمحلل السياسي التركي.